متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في قصص وقضايا الاجرام. اولا كنبغي نشكر الناس اللي كيتفاعلوا معنا على القناه وكيسرقوا لنا تعاليق زوينه، وكذلك كنبغي نشكر الناس اللي كينتقدونا، خصوصا اذا كان انتقاد بناء. الانتقاد هذا هو اللي كيخلينا نطوروا ونصحوا بعض الاخطاء اللي كنكونوا كنرتكبوا. شكرا لكم بزاف. القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم، او الجريمه اللي غادي نعاود لكم اليوم، وقعت ضواحي مدينه وزان. بقاو معنا وندخلوا معكم في السرد ديال هذه القصه. متابعينا الكرام، القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم كما قلنا وقعت سنه 2004 بمدينه وزان. كانت واحد الاسره كتكون من الاب والزوجه وجوج ديال البنيتات. البنت الكبيره في عمرها ديك 9 سنوات، والبنت الصغيره في عمرها داك العام ونص، كانت مازال رضيعه. هاد العائله هادي كانت في مدينه قنيطره، ساكنه في مدينه قنيطره. كان هاد الزوج هذا خدام في واحد الشركه، هاد الشركه هادي حولته لمدينه وزان. التحق بمدينه وزان، بقى هاد الزوج خدام والزوجه ديالو مقابله داك البنيتات والاشغال ديال البيت. كانت نوبه كتوصل داك البنيته كتوصلها للمدرسه، ونوبه ما كتوصلهاش، وغالب الاحيان ما كانش كتوصلها، كانت كتخليها كتمشي مع التلامذ لان حكم ان المدرسه قريبه ليهم، كانت كتمشي بوحديتها. داز على المسكن ديالهم بمدينه وزان شي عام ونص. واحد العشيه الام صيفطات البنت ديالها مع ديك الجوج. البنت كتخرج مع 4:30. البنت دارت 4:30، البنت ما جاتش، الخمسة ما جاتش، الخمسة ونص ما جاتش. شنو غدير الام؟ غتخرج غتسول داك الدراري اللي كيقراو معاها، قالت لهم ودي ما شفتوش البنت ديالي؟ قال لها ودي راه حنا ما شناهاش. الام بدات كتقلب هنا كتقلب هنا، رجعت للمدرسه لقات المدرسه مطرقه، ما كاينش اللي غيتجاوب معاها. هنا الام غادي تتصل بالزوج. الزوج كان داك الساعات مازال ما خرجش من الخدمه لان كيخرج حتى 6:30. قالت له ودي الابنه ديالنا راها ما رجعتش للدار، وراه قلبت هنا وقلبت هنا وما لقيتهاش. الزوج كان عنده واحد الموتور، غادي يركب على داك الموتور وغادي يجي لعند الزوجه ديالو، وغادي تعاود له شنو وقع، وغادي يقلب حتى هو، يمشي لهنا غيمشي لهنا، غيدور وزان تقريبا كامله، ولكن ما لقاهاش. قلب وزان كامله وما لقاهاش. شنو غادي يديروا داك الساعات؟ غادي يمشيو يبلغوا رجال ديال الامن بالاختفاء ديال الابنه ديالهم. غيمشيو لواحد المفوضيه ديال الشرطه، غادي يدخلوا السلام عليكم السلام شنو واقع، غيقولوا لهم ودي راه الابنه ديالنا في المره ديك 9 سنوات راها مشات للمدرسه مع الجوج وما رجعتش. غادي يسمعوا لهم رجال الامن في محضر ديال الاختفاء، وغادي يتفاعلوا غيقولوا لهم ودي سيروا بحالتكم دابا، وغادي نقلبوا، واذا كان شي جديد هاد التليفون بيناتنا غادي نتواصلوا. بالفعل مشات العائله رجعت بحالتها، بقات كتقلب ما بلاش الاثار للبنت. لغدي في الصباح غادي يعيطوا لهم رجال الامن، غادي يعيطوا لهم يقول لهم ودي اجيو عند المفوضيه ديال الامن. غادي يجيو غيجيو غادي يبحثوا معهم البنت مع من كتمشي مع من كتجي، شكون عندكم شي عائله هنا واش مشات عندها؟ قال لهم ودي حنا ما عندنا العائله والو، العائله ديالنا راه في مدينه قنيطره، ما عندنا حتى واحد هنايا في وزان، حنا عاد جينا سكننا هذه شي عام ونص، ما كاينش شي واحد كيجينا هنايا، واش ما عندكمش شي عداوه مع شي ناس ولا هذا؟ ودي ما عندنا لا عداوه لا حتى شي حاجه، ما عندنا شي مشاكل مع شي ناس. هذا كان الجواب ديال الاسره، يكون زعما شي واحد اختطفها. هنا رجال الامن قالوا ودي الناس كيختطفوا، شي وحدين اللي كان عندهم شي عائله لاباس عليها، هادو عائله على قد الحال، باش غيختطفوا البنت ويطلبوا فديه راه كيختطفوا بنات اللي ولاد، كنقولوا حنا الاسر الميسوره، هذه عائله على قد الحال، هذه الفرضيه ديال الاختطاف على طلب الفديه ما كاينش، مستبعد. غادي يمشيو رجال الامن للمدرسه اللي كتقرا فيها البنت. هنا غادي توقع المفاجاه، غيدخلوا غيسولوا غيلقاو البنت ما جاتش في الجوج كاع الوقيته اللي دخلت فيها للمدرسه، راه ما جاتش. والاستاذ اللي كتقريها قلت لهم ودي راه هذه البنت هذه راه ما جاتش البارح، وراني ماركيت لها الغياب بانها راه غايبه، وها الوراق اللائحه، ديك اللائحه ديال لابيل ما فيهاش البنت مقيده، ما كاينش البنت، كانت غائبه داك النهار. اذا الاختفاء كان من الجوج، ما كانش حتى الخمسة د العشيه، البنت راه تختفت من الجوج ما بلاش الاثار. غادي المحققين يوسعوا دائره البحث، وغادي يمشيو للحومه اللي ساكنين فيها هاد العائله هذه، غادي يسولوا، غيسولوا شي دراري صغار، غيسولوا بزاف ديال الناس تما. الدراري الصغار غيقول لهم ودي هاد البنت هذه راه شي يومين ما بنتناش هنايا كاع، انا لانهم ساكنين في حي شعبي، وهاد البنت هذه كانت كتخرج كتلعب مع الدراري في العشيه كيلعبوا تما وكتدخل.
ولكن داك الليله اللي قبل ما تختفي البنت ما كانتش كتلعب مع الدراري، ما لعباتش، وحتى الدراري قالوا له ما ودي هاد البنت هذه راه ما شناش غادي للمدرسه، راه ما خرجتش مشات للمدرسه معانا في ديك الوقيته ديال الجوج، وما خرجتش في العشيه، ما بانش عندنا كاع، ما بانش من الليله اللي قبل ما تختفي ما بانش. اذا هنا الشكوك غتولي تحوم على الاب والزوجه، غيدخلوا في الخانه ديال الشبهات. المهم غتولي هاد الاسره هادي تحت المراقبه. دازت شي يومين على الاختفاء ديال هاد البنت هادي، غيتوصلوا رجال ديال الامن مع عند واحد عون سلطه كما كنقولوا حنا المقدم ديال الحومه، غادي يقول لهم غادي يقول للمحققين هاد المقدم، غادي يقول لهم اودي واحد السيد من الحومه ديالي دينا كنتعاودوا انا وياه، وبدا كنتعاودوا على هاد المشكله ديال هاد البنت هادي اللي تختفات، وقال له ودي راه هاد السيد هذا عادي ما عاد كانت مريضه، ودابا عاوتاني ها هي بنته مشات له، اذا لا حول ولا قوه الا بالله. داك المقدم سول داك السيد قال له فوقتاش هاد السيد هذا كانت مريضه يماه؟ هذاك السيد كيعاود للمقدم قال له ودي راه جا عندي هادي شي يومين وقال لي اعطيني من الطوموبيل، اعطيني الطوموبيل غادي نمشي نشوف العائله ديالي في قنيطره. ومشى داها مع ديك 9 ديال الليل، وفي 6 الصباح راه جابها ليا، جاب ليا الطوموبيل. هنا رجال الامن غيمشيو يجيبوا هاد السيد اللي عطى الطوموبيل لهاد الاب ديال ديك البنت اللي مختفيه، غيجيبوه غادي يحقوا معاه، غادي يقول لهم ودي هاد السيد هذا راه جا عندي قال لي الام ديالي مريضه، وحشمت منه بحكم ان غيكون شي واحد مريض عندنا ولا راه خصنا ضروري نعاونوه، عطيتو الطوموبيل ومشى لعند الاسره ديالو وجابها ليا. قالوا له شحال غاب عليك بهاد الطوموبيل هادي؟ انا ما ودي راه داها مع ديك 9 ونص ديال الليل، 6 ديال الصباح انا لقيتو جايبها ليا. انا المحققين غادي يدخلهم شكوك، كيفاش دا الطوموبيل مع 9 الليل رجعها مع 6 الصباح؟ اذا كي دار ليها كي دار هاد الزوج هذا؟ مشى دا الزوجه ديالو الابناء ديالو مشى في 9 الليل ورجع، كي دار؟ ضروري غنمشيو نشوفوا الام ديالنا او شي حاجه، غادي نجلسوا خصوصا ان الام مريضه، غادي نجلسوا نشوفوها ونجلسوا معها، غالبا غنجلسوا معها واحد النهار هترجعوا. اذا دخل الشكوك للرجال ديال الامن، وغادي يمشيو يجيبوا عند الزوج لهذا اللي مختفى له الابنه ديالو، وغادي يحقوا معاه. يقولوا له ودي طلبتي لجارك الطوموبيل؟ يقول لهم يا سيدي طلبت لجاري الطوموبيل. اش طلبتيها؟ مودي الام ديالي كانت طاح لها طونسيون وهزوها للسبيطار ومشيت شتها. سولوه رجال الامن قالوا له واش قلتي معاه؟ قال لهم لا ودي راني مشيت في الليل مع 9 الليل ديك 6 الصباح راني رجعت بحالاتي. قال له واش عندك شي خوك تما؟ عندك شي هذا؟ قال لهم عندي الاخ ديالي في مدينه قنيطره. قال لهم يمكن تعطينا النمره ديالو؟ قال لهم مرحبا، عطاهم النمره ديالو. غادي المحققين يتصلوا بالنمره ديال الاخ ديال هذا السيد اللي مختفي له الابنه ديالو، غادي يعيطوا ليه السلام عليكم، عليكم السلام، معك الامن ديال وزان، مرحبا شنو حاب الخاطر؟ قال لهم ودي بغينا نسولوك على الاخ ديالك، شحال هذه باش جا عندكم؟ قال لهم ودي الاخ ديالي راه تقريبا من العيد الكبير ما شناه. قال له المحقق ولا سول هذا الاخ ديال هذا السيد هذا، قال له واش الام ديالكم ما مريضاش؟ قال له ودي راه الام ديالنا راه هذه ماتت 14 عام باش ماتت. وهنا كاين الامور غادي تقلب راسا على عقب. غادي يقولوا له سمحنا شريف من بعد نعاودوا نخبروك شنو كاين، غيرجعوا عند هذا السيد اللي مختفيه الابنه ديالو. غادي يقولوا له ودي انت كتقول لينا الام ديالك مشيتي شتيها، والام ديالك ماتت هذه 14 عام، خوك يقول لك من العيد الكبير ما شافك. دابا غادي تجاوبنا غير فين كنتي ذاك الليله اللي ديتي فيها الطوموبيل قبل ما تختفي البنت ديالك، فين مشيتي؟ فين غبرتي ذاك الليله؟ كيفاش طلبتي الطوموبيل من السيد؟ فين مشيتي بها؟ السيد غادي يتزير وما غيلقاش فين يهرب لان الادله كلها ضده. غادي يقول لهم ودي اللي عطى الله عطاه، غادي نقول لكم شنو كاين. غيقول له ودي الزوجه ديالي مشات بغات تضرب البنت هربات ليها كتزلق طاحت جات على راسها ماتت، عيطت لي الزوجه وجيت للدار وما لقيتش كندير، وقلت طلبت للجار ديالي الطوموبيل وهزيت بالليل هزيت الابنه ديالي اللي ماتت ودرتها في الكوفر، وخرجنا من وزان دينا لواحد المقبره دفناها تمايا، وبقينا جالسين في الطريق على ما طلع النهار، نعسنا في الطوموبيل على ما طلع النهار، وغي طلع النهار رجعنا بحال اللي عاد رجعنا من قنيطره. وهذا الشيء اللي وقع
المحققين غيمشيو عند الزوجة، غيمشيو عند الزوجة باش يحقوا معها حتى هي. غادي يمشيو عندها يقول لها ودي الزوج ديالك شنو قال شنو قال. الزوجة هنا غيسحبها بان غي رجال الامن غير كيبغيو يطلعوها، يعرفوا شنو تحت راسها. كتقول هي الزوج محال واش يقول داكشي اللي كاين. قال لها ودي لا هادشي ما كاينش منه، هادشي اللي قال الزوج ديالي ما كاينش منه. قال لها ودي راه هادشي اللي قال الزوج ديالك راه كاين، اذن غادي نواجهوكم. فاش غادي يواجهوهم بين الزوجة والزوج غادي تعترف، تقول لهم ودي انا عندي المشكل مع واحد الجارة ديالي، وكنقول للبنت ديالي ما تلعبش مع ولادها وما تهضرش مع ولادها، ولكن ديك الليلة اللي وقع فيها المشكل كانت خارجة في العشية وقيتها جاية مع ولادها، وفاش دخلت للدار جيت عندها قلت لها ودي وصيتك ما تلعبيش مع بنت فلانة وما تهضريش معاهم وانتي جاية معاهم في الطريق. البنت غادي تهرب، غادي تهرب وغادي تبغي تدخل لواحد البيت وغادي تزلق وغتجي على راسها وغادي تموت. تما ماتت وغادي تعيط للزوج وغيديروا داك القضيه ديال هزوها في الكفر، غيديروا واحد المقبره وغادي يدفنوها. غادي يمشيو المحققين لذاك المقبره اللي قالوا بان دفنوا فيها هذه البنت ديالهم، وغادي يجبدوا البنت مدفونه بالحوايج ديالها، كانت مدفونه بالحوايج ديالها، غير حفروا وطمروها وصافي. غيجيبوها غيعرضوها للتشريح ديال التشريح الطبي، وغيجي التقرير ديال التشريح الطبي بان البنت ما مقتولاش، البنت غي طاحت ماشي مقتوله، ما كانتش مقتوله. وهنا غيتقدموا هاد الزوج والزوجه للعداله وغيتحكموا بعشر سنوات ديال السجن النافذ. هي عقوبه كما كنقولوا عقوبه قاسيه عليهم لانهم ما مقتلوش، ولكن داك القضيه ديال فاش البنت خفاوها وكذبوا على رجال الامن وكانوا كيموهوا رجال الامن، هي اللي رفعت من العقوبه ديالهم، وغيتحكموا كما قلنا بعشر سنوات لكل واحد منهم. خي عقوبه قاسيه لانك كان كاع وقع المشكل كان عيطوا للامن وعيطوا للرجال ديال الوقايه المدنيه يشوفوا البنت، لان ما كانش فيها القتل، البنت لقات طاحت شنو غادي يوقع كاع؟ غادي يعيطوا غتقول لهم ودي انا البنت ديالي كنت كنغوت عليها هربات طاحت، حيت ما عندها حتى علاقه هي في القتل، ولكن هما داروا ديك القضيه ديال هز البنت خفاوها، ساعدوا عدو ورطوا راسهم وتعاقبوا بعقوبه قاسيه. المعنى ديال هذه القصه هذه متابعينا الكرام هي واحد المعنى اللي ديال حنا كاين في المجتمع ديالنا شي وحدين كيكونوا مدابزين وكيقولوا للدراري الصغار لا ما تهضرش مع بنت فلانه، ما تهضرش مع ولد فلان. كاين خوت اللي كنعرفهم خوت، ما تهضرش مع ولد عمك، ما تهضرش مع بنت عمك، وتا كتكبر جرا وكنكبروا الحقيقه في الاولاد ديالنا، لان هذه البنت في عمرها 9 سنوات ما الجاره مدابزه مع جارتها، علاش الدراري الصغار حنا نقول لهم ما تلعبوش مع فلان وما تلعبوش مع فلانه؟ اذا هنا كنعلموا واحد الحقد، وكنعمروا كما كنقولوا حنا واحد كما كنقولوا كارت ميموار خاويه، تنعمروها بواحد الحقد. هذوك الدراري الصغار راه دري صغار قلبهم صافي ما عارفين شنو يديروا، يقدر يدابز مع الدري دابا غدا تلقاهم كيلعبوا، لان هذه قلبهم صافي ما عندهمش داك حقد عليا نحقد عليك. حنا لا، حنا كنعلموا ولادنا شي حاجه ديال الحقد، كما كتشوفوها هي الحقد ادى الجريمه اللي مشاو فيها الاب والزوجه بعشر سنوات. متابعينا الكرام القصه ديالنا سالت هنا، او الجريمه ديالنا سالت هنا، ناخذ منها العبره، والى اللقاء في حلقه قادمه مع قصه اخرى، ودمتم في رعايه الله.